أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تضاعف أرقام المجندين الصغار في حرب الميليشيا على امتداد الأرض اليمنية. ليس غريبا في شوارع اليمن أن يحمل طفل لا يتعدى العاشرة سلاحا رشاشا وهو جالس في عربة مكشوفة، أو يسير على قدميه ضمن حشد مسلح ليساق إلى مصير بائس. وعلى الرغم من أن تجنيد الأطفال في الصراعات باليمن يحدث من أطراف كثيرة، إلا أن ميليشيا الحوثي اعتمدت عليه بشكل رئيسي في جميع أنحاء البلاد بعدما كانت متمركزة فقط قبل الانقلاب في محافظة صعدة. وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي باستخدام الأطفال في حربها، وهو اتهام جاء بعد تمكن قوات الشرعية من إلقاء القبض على عشرات الأطفال ممن يقاتلون في صفوف الميليشيات في تعز وقبلها في عدن وعدد من مناطق البلاد. منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسف ذكرت في تقرير سابق أن الأطفال يشكلون نسبة 30% من ميليشيا الحوثي، وذلك بعد ترك مدارسهم وحملهم للسلاح الذي بات صديقا لهم بدلا من الكتاب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة. ورغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمهتمة بشريحة الأطفال، إلا أن الميليشيا لا زالت مصرة على الزج بهم في كل معاركها الخاسرة، تجعلهم عرضة للقتل والأسر والتشرد في سبيل تحقيق مقاصدها السياسية في السيطرة على الحكم بقوة السلاح. ظاهرة تجنيد الأطفال وتداعياتها الأخيرة موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. تجربة قاهرة كانت كفيلة بأن يتعلم هذا الطفل ذو 14 ربيعا استخدام السلاح ليغدو مقاتلا في صفوف ميليشيا الحوثي في تعز ويؤسر بعد فترة من انضمامه إلى المعارك. حكاية هذا الطفل الذي نقلها أحد الصحفيين الذين حضروا لمقابلته لا تتوقف عند حدود نفسه، بل تتجاوزه إلى مئات الأطفال ممن هم في سنه أجبروا على العمل المسلح. لعله مشهد بات مألوفا في مختلف جبهات القتال في اليمن، جنازات تشيع مقاتلين في عمر الزهور إلى مثواهم الأخير في حرب لم توفر الأطفال، وإن فروا منها إلى اللجوء أو بقوا في الداخل لتمزق طفولتهم آلة الميليشيا التي اشتهرت بتجنيد الأطفال. تجنيد تقول عنه أرقام المنظمات المحلية والدولية أنه يستهدف عمر العاشرة، حتى حملت تقارير حقوقية سابقة أرقاما مهولة لضحايا الحرب من الأطفال. وبحسب اليونيسف فإن نحو 747 طفلا قتلوا منذ بدء النزاع في سبتمبر من العام 2014، فيما جرح أكثر من 1100 آخرين. ورصدت الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأطفال والنزاع 156 حالة تجنيد للأطفال، منهم 140 حالة تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي. ويشير تقرير للأمم المتحدة بأنه تم رصد 724 حالة تجنيد للأطفال و133 حالة خطف من جميع الأطراف المتنازعة داخل اليمن، كما رصد تقرير محلي لمؤسسة وثاق 185 حالة أغلبها تم تجنيدهم في منطقة عمران شمالي صنعاء. وتحدث التقرير إلى أن هناك على الأقل 22 موقعا يتم تجنيد الأطفال فيها، وتتمثل بالمراكز المجتمعية ومنازل القادة الحوثيين، حقيقة وثقتها منظمات حقوقية ونشطاء في وقت تحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة. فما تقترفه الميليشيا بحق أطفال اليمن كذلك تفعله تشكيلات مسلحة تابعة لأطراف مسلحة أخرى على تنوع خلفياتها. مشاهدينا، موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من جنيف الناشطة الحقوقية رشا جرهوم، ومن صنعاء المتحدث باسم منظمة اليونيسف محمد الأسعدي، على أن ينضم إلينا لاحقا من تعز الناطق باسم منظمة سياج للطفولة علي الصراري. نبدأ معك سيدة رشا جرهوم، مساء الخير بداية. أهلا فيكم، مساء النور. سيدة رشا، الحديث عن ظاهرة تجنيد الأطفال يعني ليس جديد أو طارئ، هل من أرقام حقيقية حديثة لديكم كناشطين مجتمعيين وأيضا كباحثين حول هذه الظاهرة؟ هو بصراحة يعني الأرقام التي تم ذكرها الآن بالتقرير هي آخر الأرقام التي موجودة، وأغلبها وثقت من قبل منظمات الأمم المتحدة ومن قبل أيضا منظمات المجتمع المدني اليمنية.
مثل ما قال التقرير تقريبا في حوالي 724 حالة تجنيد للأطفال و133 تم اختطافهم. وأنا من خلال مشاركتي في مجلس حقوق الإنسان تسنى لي زيارة مقررة أو الممثلة الخاصة لدى الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات الدكتورة ليلى زروكي، وتحدثت إليها وأخبرتني أنها حصلت أيضا على تقارير تدل على أن التجنيد الآن في اليمن ليس اختياريا، ولكن هناك حالات قسرية، أي يتم إجبار الأطفال على أن يذهبوا للقتال لجبهات القتال، وهذا شيء مقلق جدا صراحة. يعني أفهم منكم أنه سابقا كان التجنيد طوعيا، أو أن الأطفال يذهبون بملء إرادتهم إلى هذا التجنيد؟ هو ليس، لا نقول بملء إرادتهم، لأنه الذي يحدث هو عبارة عن بالنسبة برأيي الشخصي أنها عملية غسيل دماغ، لأن هناك في هم الأطفال الذين يعني وثقنا شهاداتهم يتحدثون عن حضورهم إلى جلسات يحضر إليها يسموهم المثقفين، والمثقفين هؤلاء يشرحون مثلا يبدأون ب ما يتعلمه الحوثيين من أناشيد وملازم لا من هذه النوعية، ثم يبدأون يتحدثون عن الشهادة وتحبيب الشهادة لدى الأطفال بهذه الطريقة، ثم يغرونهم بمبالغ برواتب ومعاشات وبأرقام عسكرية يعني كتوظيف، فبالتالي الأطفال يعني يتم إغراءهم أو يتم خداعهم إلى ليصبحوا مجندين لدى جماعات الحوثي. واعتقد ايضا لا يبين لهم ان العمليه ستكون قتاليه، الذي يقوم بشرحه لهم انهم سيقومون بتامين المناطق، انهم سيكونون على نقاط تفتيش، ولكن يجدون انفسهم في الصفوف الاماميه بعض الاحيان في الجبهات القتاليه. طيب وهذا ما رايناه يعني في عدن، في عدن تم اسر الكثير من الاطفال، وهناك شهادات كثيره وفي برنامج يعني كان كثير ناجح أدته أحد المنظمات المجتمع المدني، منظمة عدالة للحقوق والحريات، يعني رئيسة المنظمة هي وردة بن سميت، وعندها فيديو وثقت الشهادات ووثقت عمليات عملت لهم إعادة دمج بالمجتمع وإعادة تأهيل، وإلى أن يعني حاولوا يرجعوهم لأهاليهم. طيب كيف هو تعاطي المنظمات الأممية مع ظاهرة تجنيد الأطفال، ومن يتهمون يعني من هم المتسببون الرئيسيون بحسب هذه المنظمات؟ هو بالنسبة لحقوق الإنسان دائما الدولة هي المسؤولة الأولى لأي انتهاكات حقوق الإنسان، حتى بوجود ميليشيات مسيطرة على مناطق فهي الدولة هي المسؤولة الأولى، ولكن يجب علينا دعم الدولة لأن تسيطر على المناطق هذه، وبالتالي تحاسب الجماعات التي انتهكت حقوق الطفولة. عندنا ايضا قصور او فجوه في القانون، القانون يشرع بانه عدم اشراك الاطفال في الحروب، ولكنه لا توجد اي مواد تجريميه او عقابيه، فبالتالي الدوله يجب ان تبدا بالعمل على اصدار تشريعات لمعاقبه تجريم هذه تجنيد الاطفال، وايضا وضع يعني عقوبات صارمه ضد هؤلاء الذين ينتهكون حقوق الطفل. طيب أرجو أن تتفضلي معنا بالبقاء معنا أستاذة رشا. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، مرحبا بك ومرحبا برشا وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. ما هي الجهود التي يعني تقوم بها منظمات الأمم المتحدة المختصة بالأطفال ويعني أبرزها اليونيسف في ظل استمرار تجنيد الأطفال في الحروب، وخاصة تفاقم هذه الظاهرة بدءا مع الأحداث التي بدأت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي؟ في البداية من الأهمية المكان أن نقول أن ظاهرة تجنيد الأطفال ظاهرة ليست وليدة عهد، هي ظاهرة متجذرة في المجتمع، تبدأ بمسألة حمل السلاح والمرتبطة بالرجولة وذكورة لدى الأطفال، أيضا الحرص الذي تمارسه بعض الأسر خصوصا في المناطق الريفية والقبلية بأن تعلم أطفالها الرماية بناء على تقاليد مختلفة.
هذه المسألة مفروغ منها، وهي مسألة تعاني منها اليمن بشكل عام. استطعنا في عام 2014 بعد جهود حثيثة بذلت من قبل المنظمات الأمم المتحدة، من قبل اليونيسف، من قبل الممثل المقيم والمنسق المقيم للأمم المتحدة، بتوقيع خطة عمل مع الحكومة اليمنية لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال خصوصا في القوات والقوات المسلحة والأمن. تم توقيع الخطة بحضور المساعد الخاص الأمني العام للأمم المتحدة ليلى زروقي في اليمن، وبدأنا بإجراءات عملية بتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية في الأماكن المناسبة للأطفال، بحيث تتمكن هذه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من تسريح الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع. لكن للأسف الشديد تدهورت الأوضاع والأزمة يعني كانت حادة وخلال نقاط. فضم هذه الخطة وكثير من الخطط والإنجازات التي تحققت للأطفال في الأعوام السابقة باتت مهددة ومعرضة للانهيار جملة وتفصيلا. في عام 2015 على سبيل المثال مع هذه الأزمة كان هناك زيادة بنسبة 500% في تجنيد الأطفال، ونحن نتحدث عن الأرقام التي تم رصدها وحصرها وتوثيقها. في عام 2014 وثقنا 174 حالة تقريبا بحالة تجنيد الأطفال، الحالة قد تكون بالمئات بل ربما تصل للآلاف، لكن نحن لا نعلن عن أرقام إلا إذا كانت موثقة ودقيقة. في عام 2015 وثقنا 734 حالة تقريبا، وهذا رقم كبير جدا مقارنة بالعام الذي قبله. هذا مؤشر، هذه تعطي مؤشرات فقط أن الظاهرة تفاقمت، ولا نقول أن هناك جماعة مسلحة واحدة فقط في هيبة جبنة الأطفال، هناك جماعات مختلفة لكن نعم أستاذ محمد متفاوتة. طيب يعني هي بكل تأكيد ظاهرة مقلقة، وأنت كما تفضلت بالحديث أنه منذ عام 2015 ارتفعت بنسبة 500%، ولربما هذا يوضح من هو المتسبب الرئيس بهذه الزيادة في الأرقام في خلال هذه الفترة. لكن يعني بوجهة نظر القانون الدولي، إلى أي نوع من الجرائم تصنف جريمة يعني تجنيد الأطفال في الحروب واستخدامهم ك يعني في الخطوط أو في الجبهات الأمامية؟ سؤال مهم وذكي. بالفعل القانون الدولي يجرم تجنيد الأطفال، وهناك 6 انتهاكات جسيمة يتعرض لها الأطفال في أثناء الحروب والصراعات المسلحة. من هذه الانتهاكات الستة الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي تجنيد واستخدام الأطفال، ليس تجنيد الأطفال فقط. بمعنى هناك كثير من الأطفال الذين تستخدمهم القوات والجماعات المسلحة على حد سواء، ليس بالضرورة في الخطوط الأمامية ويحملون السلاح، ولكن يستخدمهم كمراسلين، يستخدمهم كطباخين، يستخدمهم كمساعدين في المكاتب العسكرية، في المقار، في نقاط التفتيش، في ليس بالضرورة في خطوط النار. أي استغلال واستخدام للطفولة في أغراض عسكرية وقتالية سواء كانت ذات طابع مواجهة مسلحة أو لا يعتبر استغلال للطفولة ويعتبر انتهاك جسيم لحقوق الأطفال. هناك 6 انتهاكات جسيمة تمارس على الأطفال في فترة الصراعات المسلحة، أولها القتل والتشويه، ويأتي بعدها مباشرة تجنيد الأطفال واستغلالهم، أيضا الاستغلال الجنسي، وأيضا منع المساعدات إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، أيضا بما في ذلك الحرمان من الاعتداء على المستشفيات والمدارس التي يستفيد منها الأطفال. بمعنى أن تجنيد ظاهرة تجنيد واستغلال واستخدام الأطفال من قبل جماعات أو قوات نظامية مسلحة يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال بشكل عام. طيب أرجو أن تتفضل معي بالبقاء معنا أستاذ محمد. أعود إلى الأستاذة رشا بسؤال. أستاذة رشا، أنتم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان لكم حضور في ندواته والجلسات المتعلقة تحديدا بتجنيد الأطفال، ما الذي دار في هذا الجلسات بشكل موجز إن سمحتي؟ هو يعني كان في جلسات مخصصة حول تجنيد الأطفال في اليمن، وبعدين في جلسات يعني حول تجنيد الأطفال كظاهرة في عدة بلدان. تم أيضا تخصيص يعني من قبل الدول الأعضاء فقرات حول حقوق الأطفال بشكل عام، وتحدث لأن هذه السنة تقريبا هي سنة العاشرة ل يعني إيش يقولوا السنوية، الذكرى السنوية لقانون حقوق الطفل. فكان في تدشين أيضا للدراسة حول حقوق الطفل بشكل عام، يعني هذا بشكل عام. بس أنت سألتني سابقا حول ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل، وهذا الذي أرى
انهم في هذا الاتجاه. اعتقد سيتم عرض هذه الحالات في مجلس الامن، ليس في حقوق الانسان. حقوق الانسان هنا يتم توثيق الانتهاكات، في حقوق مجلس في مجلس الامن يتم عرضها على الاعضاء، وبالتالي قد يتم ادراجها في اي قرارات مجلس امن قادمه بشان اليمن، وتنعكس على الاطراف المتهمه بهذا الشيء بعقوبات او باشياء يعني تدينهم. طيب، من هذه النقطه تحديدا اعود الى الاستاذ محمد الاسعدي. استاذ محمد، يعني انا فهمت منك في مرات سابقه انكم يعني لا تتهمون اطرافا بعينها، بل ترفعون الى الامم المتحده بتحديد هذه الاسماء، لكن بشكل عام من الذي يقوم باستخدام الاطفال في النزاع المسلح حاليا في اليمن؟ باختصار كل اطراف الصراع، كل من يقاتل في الجبهات يستخدم الاطفال، ولكن كما قلت سابقا واكرر الان ان هناك نسب متفاوته، هناك جماعات مسلحه لديها نفوذ واسع تستطيع ان تسخر اعداد كبيره من الاطفال، وجماعات مسلحه لديها نفوذ محدود تسخر فقط عدد محدود من الاطفال. بمعنى او اخر الانتهاك هو انتهاك، انتهاك كان من لعدد قليل او لعدد كبير من الاطفال. نحن بالمهم في منظمه اليونيسف نعمل على 3 مستويات، وهذا تكمل لما تقوله زميلتي نشار. نعمل في المستوى الاول على رصد ومتابعه حالات الانتهاك بشكل عام، الانتهاكات في التجسيمه وتجنيد الاطفال منها، ثم بعد ذلك نقوم بتسميه وتحديد من هم الاطراف التي تقوم بانتهاك هذه الحقوق وابلاغها بتقارير الى مجلس الامن والى المجلس العالي لحقوق الانسان. طيب، والى نعم. الامين العام المساعد للامم المتحده لشؤون الاطفال في الصراعات المسلحه. كما اننا نقوم بدور المناصره، على سبيل المثال احنا التقينا بالمسؤولين في مختلف اطراف الصراع وتحدثنا عن ظاهره تجنيد الاطفال، تحدثنا مع السفراء الدول الخمس والدول العاشر والسفراء الراعين المبادره الخليجيه، ونتحدث ايضا للاطراف المعنيه مباشره في الميدان بما فيها قيادات ميدانيه عن ظاهره تجنيد الاطفال، ونتلقى وعود والتزامات الى اخره. كما نقوم ايضا بدور التوعيه، بتوعيه المواطنين، بتوعيه الاهالي، بتوعيه الاطفال انفسهم، بتوفير فرص مناسبه للتعليم بحيث الاطفال ينشغلوا بالتعليم، لا يظلوا خارج المدارس، وتكون الجنديه او التجيش تكون ابسط وايسر السبل لهم. طيب، بسؤال اخير استاذ محمد، يعني وفي هذه النقطه تحديدا وبهذه النقطه تحديدا، يعني عدم وجود المدارس او صعوبه العمليه التدريسيه في هذه الظروف يعني يشكل عبء اضافي حول تجنيد الاطفال، كيف تسهم المنظمه في اعاده تاهيل الاطفال الذين يعني استخدموا في الحروب ويعني تم اسرهم او تم حجزهم من قبل احد اطراف الصراع ومن قبل الحكومه الشرعيه، وشاهدنا نحن في وسائل الاعلام الكثير من هذه العينات، هل يعني لدى المنظمه اي دور في التعامل النفسي والتاهيل النفسي معهم؟ بالتاكيد هناك برامج دعم نفسي واجتماعي لاعاده دمج الاطفال المجندين بالمجتمع، اعاده دمجهم في اسرهم، اعاده دمجهم في المدارس، وفي توفير البيئه الحاضنه المناسبه لهم. كما اسلفت ان مشكله الازمه في اليمن متعدده ومتداخله ومعقده. يعني انت عندما تضر بالعمليه التعليميه انت تجعل الاطفال عرضه لمخاطر كثيره، عرضه لمخاطر الضياع والشتات، وقد تتلقفهم ايدي الجماعات المسلحه بسهوله. اي فعندما لا توفر تعليم، لا توفر صحه، تجعلهم عرضه للامراض والمخاطر وبالتالي للموت. المساله معقده، متداخله، متكامله. عندما تتعطل ظروف حياه الناس وظروف معيشتهم وتعطل اعمالهم كهرباء لمده 9 اشهر او 10 او سنه الان تقريبا ما في كهرباء، مصادر الناس وارزاقهم واعمالهم تعطلت وتضررت، بالتالي يصبح الاطفال وخصوصا في سن المراهقه يتحمل مسؤوليه الاسره، فتكون التجنيد والمقاتله اوسط ابسط وايسر الطرق بحيث يوفر دخل اسرته. الاسباب التي تدفع بالاطفال الى التجنيد اسباب ذاتيه مرتبطه بحاله الفقر، حاله اللا تعليم، حاله الشتات، وايضا اسباب دينيه، اسباب وطنيه، اسباب طائفيه، اسباب مرتبطه ايضا بالقبيله، بالحمايه، بالشعارات التي تدفع بالاطفال للدفاع عن قراهم، مدنهم، ومحافظاتهم. الاطفال في نهايه المطاف هم ضحايا، بل ابسط وايسر الضحايا واسرع الضحايا لحروب وصراعات الكبار. اشكرك شكرا جزيلا. المتحدث باسم اليونيسف في اليمن الاستاذ محمد الاسعدي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.
أعود إلى الناشطة الحقوقية الأستاذة رشا جرهم. أستاذة رشا، يعني كيف يمكن أن يكون هناك تحرك على المستوى الداخلي لإبراز الظاهرة أكثر وللضغط على المجتمع الدولي لإحداث خطوات فاعلة وحقيقية ملموسة على الأرض؟ بصراحة من المهم أن نستمر بعملية التوثيق والرصد، وهذه مهمة جدا. زائدا أن نطالب بإنشاء يعني برامج أو يعني متكاملة لإدماج الأطفال، منظومة متكاملة لإعادة دمجهم في المجتمع. هذه المنظومة تشمل يعني دور الإيواء، لأنه في بعض الأطفال أهاليهم مثلا رفضوا استقبالهم، تمام؟ فيعني في عدة المشكلة كبيرة جدا، ونحن نتكلم على أطفال يعني كثير. إذا كان التقرير يقول 2/3 المقاتلين في اليمن هم أطفال، فتقدر تتخيل يعني كمية المشكلة، يعني حجم المشكلة. فبالتالي علينا أن نعمل يعني حكومة ومجتمع مدني ومنظمات دولية ومنظمات محلية، كلنا بإنشاء منظومة متكاملة لإعادة دمج هؤلاء الأطفال، تبدأ من يعني من دور الإيواء إلى برامج يعني دعم نفسي وإعادة تأهيل، إلى عودتهم إلى التعليم، إلى تحقيق لهم موارد الدخل عندما يعني يكملون تعليمهم لإيجاد فرص عمل وتحسين معيشتهم، يعني تكون برنامج متكامل. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة رشا. ينضم إلينا الآن الناطق باسم منظمة سياج للطفولة الأستاذ علي الصراري. مساء الخير أستاذ علي. أنتم كمنظمة محلية معنية بالطفولة، كيف تعملون في ظروف هذه الحرب وأيضا ضمن سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة وكذلك المدن؟ أسعد الله مساءكم أعزائي. بالنسبة لقضية تجنيد الأطفال، قضية على المحك، هي على المحك قضية خطيرة، كونها تستهدف زهرة وشباب هذا الوطن الحبيب. تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تمثل الحروب والطوارئ بيئة ملائمة لاستغلال صغار السن كمجندين من قبل الجماعات المسلحة. أنتم رأيتم بالأمس صورة الطفل الذي تم القبض عليه في الحصد عندما تركوه الميليشيا في احدى البنايات او العمارات في منطقه الحفر، ولم يذهبوا له ولم يحسبوا له اي حساب ان لديه اهل ولديه ام ولديه من سيسال عليه. يصبح تجنيد الاطفال في الحروب الخيار الاول لتلك الميليشيات، ويزداد تجنيد الاطفال طبعا في فترات النزاع من صغار السن للقيام باعمال قتاليه او حتى غير قتاليه، مثلا خدمات لوجستيه وجمع معلومات وغيرها من الأغراض المحرمة دوليا ضد الطفولة. السبب الرئيسي طبعا، هناك أسباب عدة. طبعا أنت سألتني عن يعني وضع المنظمات وعملها في ظل ظروف الحرب. نعم، في حالة الطوارئ. نعم، في حالة الطوارئ هناك صعوبة بالغة، كونهم لا نستطيع حصر أو يعني توثيق الأعداد الحقيقية المتواجدون في تلك المعسكرات، لكننا نعلم جيدا أنهم الآن هم يزدون بهؤلاء الأطفال إلى المعارك وإلى الصفوف الأولى، حفاظا على القادة، حفاظا على كبار الموجهين. فهذه المحرقة التي يقودون الأطفال إليها. نعم أستاذ علي، أرجو أن تتفضل أن بالبقاء معنا. أعود بسؤال أخير للأستاذة رشا جرهم. أستاذة رشا، أنتم يعني كناشطين حقوقيين وكفاعلين في منظمات المجتمع المدني بشكل عام، هل من حملات إلكترونية للضغط على المجتمع الدولي، وخاصة أننا يعني شاهدنا بعض الحملات التي كان لها أثر واضح في يعني تحقيق أهدافها؟ هناك حملات دولية، يعني أعتقد اسمها Children Not Recruit Not Fighters or Not Killers. في يعني في حملات دولية، هذه لأنه المشكلة هي مشكلة موجودة تقريبا في كثير من الدول. ففي حملات تواصل اجتماعي باليمن لم نبدأ صراحة، أنا على الأقل أنا لم أسمع عن حملة الآن على هذه الظاهرة، بس لأنه إحنا كمية الانتهاكات التي حدثت في اليمن مؤخرا
لم تجعلنا نركز. يعني الان تجنيد الاطفال هي مشكله وحيده الان جالسين احنا نناقشها، لكن هناك في مشاكل اخرى تمس ايضا المراه، تمس ايضا الطفلات، تمس. ففي اليمن يعني احنا اللي عملناه مثلا الحملات التي تمت حول حصار تعز، حول ما حدث في عدن، ركزنا اكثر شيء من الناحيه الجغرافيه. لكن جهودنا في الامم المتحده هنا عندما ناتي في الاجتماعات كل شيء يتم توثيقه، ونحن يعني حاولنا ان نحشد اكبر كميه من التقارير التي عملتها منظمات المجتمع المدني المحليه، اكثر من 30 تقرير، ونقدمها على حسب تخصصات المقررين الموجودين في مجلس حقوق الانسان، كلا بحسب تخصصه. يعني قدمنا شيء في الاختفاء القسري، قدمنا شيء في التعذيب، قدمنا شيء بتجنيد الاطفال، قدمنا شيء حول العنف ضد المراه. فيعني كل موضوع انتهاك لحقوق الانسان قدمنا فيه تقارير بحسب ما رصدته منظمات المجتمع المدني، بحسب ما رصدته حتى الامم المتحده. اشكرك شكرا جزيلا الناشطه الحقوقيه الاستاذه رشا جرهوم، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أعود في ذات الوقت إلى الأستاذ علي الصراري الناطق باسم منظمة سياج للطفولة. أستاذ علي، إذا ما تحدثنا عن أنتم كمنظمة محلية، هل هناك أي أرقام جديدة بخصوص تجنيد الأطفال؟ تجنيد الأطفال في هذه الفترة يزداد يوما بعد يوم. هناك مشكلة نعانيها، الأهالي هم من يدفعون أبنائهم إلى المعسكرات بسبب الفقر، بسبب التحديد، بسبب اختطافهم. أحيانا اختطافهم، يتم اختطاف الأطفال، يعني هم يتجاوزون 1000 إلى 1500. هذه الأعداد وهذه الأرقام التي استطعنا التوصل إليها، لكن أنت تعلم بأن خطورة الوضع وخطورة ما يحدث خاصة على هو الوضع خطر بلا شك أستاذ علي، لكن نعم إذا ما تحدثنا عن الأطفال الذين يعني بالفعل أصبحوا أو شاركوا في جبهات القتال وتم أسرهم وعرضهم في وسائل الإعلام، أنتم كمنظمات محلية هل يعني لديكم مساهمات في إعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، إشراكهم في المدارس وما شابه؟ طبعا يزداد الامر تعقيدا فيما يخص معالجه الاطفال المدمرين واعاده ادمادهم في مجتمعاتهم، خاصه وان معظمهم يشهد الموت والدماء، وقد يتعرضون للعنف الجنسي، معظمهم يتعرضون للعنف الجنسي، وهناك حالات طبعا لوجودهم في اماكن مشتركه مع الاكبر سنا واختلاطهم مع من هم اكبر سنا منهم، كما يشارك كثير منهم في اعمال القتل والعنف. يتعرض الاطفال كنتيجه لتجنيدهم لعواقب نفسيه وخيمه وطويله الاجل. منظمه سياج كانت السباقة في فتح ملف تجنيد الأطفال في اليمن سنة 2009 حين طالبت الحكومة اليمنية باتخاذ تدابير عملية لوقف تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة. لكن الآن نحن نعد لهذه المشكلة ولهذه الظاهرة التي ازدادت من أجل إعادة إدمادهم، من أجل تخصيص برامج معينة لإخراجهم من وضعهم النفسي الصعب. حتى من يشاركون في الجبهات مع الميليشيات التي اتت الى محافظه تعز والى محافظات اخرى، هم في يعني ضحايا في الاول والاخير، هم ضحايا لانه بالاخير طفل يقتل، طفل طفل يقتل، يشارك في الجبهه. هؤلاء يحتاجون الى تكثيف البرامج ومن جميع المنظمات ومن جميع المبادرات ومن جميع المؤسسات. في الاول والاخير هو مكانه في المدارس وليس في المكارم. نتمنى ان يكون هناك تعاون وتنسيق وتشبيك في بين المنظمات من اجل انقاذ هؤلاء الاطفال الذين اعتبروا نعم استاذ علي يعني ربيع اليمن وزهره اليمن. نعم اشكرك شكرا جزيلا الناطق باسم منظمه سياج للطفوله الاستاذ علي الصراري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا مقدم الحلقة وجيه السمان، وكذلك زميلي محمد القاسم في الإعداد، وكذلك أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.